سيد رمضان مساء الخير، أسألك في البداية ما حقيقة وأنت هناك في إسطنبول، ما حقيقة وجود علي حبيب في أنقرة وهذا الجدل الذي يدور حول نظام عسكري في سوريا؟ مساء النور لك أخي صالح وللسادة المشاهدين ولأهلنا في عموم العالم العربي وفي سوريا تحديدا. حقيقة هناك موجة كبيرة من التسريبات والتسريبات المضادة ومن الإشاعات أيضا التي تتناول الآن الوضع في سوريا، وخاصة في ظل موجة الركود في العملية السياسية من ناحية، والتصعيد العسكري الكبير الذي يجري الآن في حلب وفي مناطق أخرى تعتبر من الجبهات الساخنة في سوريا. من ذلك أيضا الخبر الذي أشرت إليه والذي رفض حتى الآن الجانب التركي أن يعلق عليه سواء بالنفي أو بالإيجاب، وأعتقد أننا أيضا لا ننظر إليه من زاوية التعليق بقدر ما ننظر إليه من زاوية أن هناك حراك يجري الآن في الوضع السياسي مقرون جزء منه بتحركات السيد دمستورة الذي كان في روما مؤخرا وأدلى ببعض التصريحات حول إمكانية استئلاف المفاوضات، ومقرون أيضا بالتطور الأكثر أهمية وهو زيارة جون كيري الآن ولقائه بالرئيس الروسي، والإشارات تتحدث عن أن الجانب الأمريكي يعني لديه رسالة شديدة الأهمية الآن فيما يتعلق بالوضع في سوريا، وهو حسم ملف بشار الأسد وخاصة من ناحية موقف روسيا إزاء هذا الموضوع. وبالتالي صاحب هذه الزيارة وهذا التحرك تسريبات شديدة الحساسية فيما يتعلق بقضية الزيارات التي أشرت إليها إلى هنا هناك. أعتقد أننا بالخلاصة أمام مرحلة فاصلة، إما أن نذهب إلى مفاوضات يوافق فيها الطرف الروسي تحديدا بعملية انتقال السلطة، لأن النظام الآن أصبح في قبضة الروس إلى حد كبير وفي القبضة الإيرانية بمستوى أقل، وهو لا حول له ولا قوة. وإما أن نذهب إلى مرحلة أخرى من الصراع العسكري، أعتقد أنها ربما تشهد يعني سخونة فيما يواجه الروس داخل سوريا هذه المرة. طيب الروس حتى الآن يقومون بعملية قصف كبيرة للمدن السورية وجرائم وحشية، ولكن لا يلقون المواجهة الحقيقية بسبب عدم توفر السلاح المناسب، لكن هذا الموضوع لا يمكن أن يعتبر مفتوحا إلى أمد. طيب سيد أحمد رمضان، اعذرني في هذه الصراحة لأن الموضوع ربما يتطلب شفافية أكثر، وبعض والكثير من السوريين يتابعون الآن وأيضا عرب. أفهم من كلامك بأنكم لم تستشاروا ولم يعني يقترب منكم أي طرف للحديث حول هذا الموضوع، لا من قريب ولا من بعيد؟ يعني لا لم أقل ذلك. يعني حقيقة نحن في قلب العملية السياسية وفي قلب الحراك الذي يتعلق بسوريا، نحن بالنهاية الجزء الأساسي من هذه المعادلة ولسنا. لا أقصد ما يتعلق بحبيب وهذا النظام العسكري إن صح طبعا. يعني أنا كما أشرت لك يعني لا أريد أن أنفي الآن، لأن الموضوع يتعلق بطرف آخر هو مسؤول عن النفي، ولا أريد التأكيد أيضا. أقول يعني الجانب المعني بهذا الموضوع لم ينفي أو يؤكد حتى الآن هذا الأمر، وهو متروك له لأنه طيب يتعلق بزيادة. نقدر ذلك على كل حال ضرورات ربما الضيافة وما إليه في تركيا، وأيضا هذا ملف سياسي كبير يحتاج ربما كما ذكرت أن يكون الترك لتراكم أول من يبادر للإعلان عنه. ولكن دعنا نتحدث بشكل عام سيد رمضان، ما هي خطوطكم الحمر إذا ما اقترح هذا الأمر وبات بشكل رسمي؟ يعني الرسالة المهمة الآن من هذا التحرك تقول أن مصير بشار الأسد يجب أن يحدد وينتهي الآن، سواء تعلق ذلك بالذهاب إلى العملية السياسية
بمعنى أنه على قاعدة جنيف وقرارات جنيف والأمم المتحدة، أو ربما يتم هناك انقلاب داخلي يعني داخل السلطة. هذه هي الرسالة التي يتم إيصالها الآن إلى بشار الأسد وإلى من يحمي بشار الأسد من الإيرانيين والروس، يعني إما أن توافقوا على عملية تغيير في سوريا، أو ربما يعني بشار الأسد سينتهي نهاية تراجيدية كما انتهى القذافي، وسيكون هناك ربما انقلاب من داخل مجموعته يعني في السلطة. هذه هي الرسالة المهمة الآن، وليس الرسالة أنه يعني زار هنا أو مجلس عسكري أو غيره. ولذلك يدرك الآن الذين يحمون بشار الأسد أن المسألة فاصلة، إما أن تتفقوا على العملية السياسية ونذهب إلى المفاوضات وتكون مفاوضات حقيقية وفاعلة، أو عليكم أن تتوقعوا نهاية تراجيدية لبشار الأسد ولمجموعة صغيرة محيطة به الآن متصلبة متعنتة ترفض الدخول في التسوية، وبالتالي الموضوع سينتهي نهاية ليست مضمونة لأحد. طيب. يعني في كلا الحالتين النظام هو المستهدف. طيب يعني إما مفاوضات فاعلة وجادة تفضي إلى حل، أو نهاية كما ذكرت تراجيدية، ربما انقلاب داخلي، ولا أدري طبعا كيف يمكن التهديد بانقلاب داخلي إذا كان علي حبيب أو غيره يقيمون خارج سوريا، إذن من سيقوم بهذا الانقلاب؟ على كل حال، في أي حالة سيد، لكن أنا أضيف لك أمرا مهما، وهو أن عدد من الضباط العلويين السابقين والحاليين أرسلوا عدد من المقربين لهم ومنهم أبناء لهم إلى الخارج، والتقوا ضباط في CIA وضباط كبار أيضا بأجهزة استخبارات غربية وأوصلوا رسائل لهم، وبالتالي المؤشر هنا جدي وليس مؤشر. إذن هذه معلومة جديدة سيد أحمد رمضان، أشكرك. نعم، إذن هناك ربما رسائل من داخل المنظومة العسكرية في سوريا هي التي أوصلت، والذين يحمونه عليهم أن يدركوا جيدا أنهم إما أن يذهبوا إلى عملية سياسية تحقق يعني الأهداف الجميع، أو أنهم يمكن أن يتوقعوا تحولا تراجيديا بشار الأسد أول من سيدفع ثمنه في هذه الحالة. طيب دعني أختم معك بسؤال في غاية الأهمية سيد أحمد رمضان. هذه الثورة التي مر عليها الآن أكثر من 5 سنوات ودفعت ربما 500,000 أو يزيد، وهؤلاء الثوار الذين صمدوا في الميادين وضحوا بمستقبلهم وعائلاتهم ولا زالوا في أكثر من جبهة ورافعين لشعار خدمة هذا الشعب السوري وتخليصه من الدكتاتورية، هؤلاء سيكونون ضمن الصفقة إذا ما حصل وتغير النظام بأي صيغة كانت، أكان انقلابا داخليا أو ما إليه، هؤلاء الثوار سيكونون ضمن الجيش السوري الجديد أم سيضحى ببعضهم أو كثير منهم ويطاردون ربما في ساحات سوريا؟ أنتم هل هذه المسألة يجب أن تكون حاضرة في أي صفقة مهما كانت؟ بكل تأكيد، هؤلاء ليسوا عماد الجيش، هم عماد سوريا الجديدة. هؤلاء الذين سيكونون في سوريا الجديدة سواء في مؤسسات الدولة وأجهزتها وبنيانها وفي كل جزء من أجزائها، هم وكل السوريين الذين رفضوا هذا الاستبداد ويقاتلوا من أجل، ولكن الحقيقة عذرا على المقاطعة لا يعتقد بأن روسيا ستقبل بذلك، وهي طرف مهم في هذه الصفقة إن تمت. وهل استطاعت روسيا أن تفرض المعادلة بالنهاية على الأرض؟ روسيا الآن لها 9 أشهر ولم تحقق شيئا، وهي لا زالت تقاتل مع الحرس الثوري الإيراني ومع الميليشيات التي جلبتها ومع النظام في ريف حلب الجنوبي، ما زالت تقاتل في مناطق محدودة جدا، ولولا الطيران الروسي المكثف جدا والذي يستخدم التقنية الهائلة لا يمكن الآن الحديث عن أي تقدم أو قطع مثلا طريق الكاستيلو أو من هذا القبيل. يعني في معركة الساحل غياب الطيران الروسي 24 ساعة أدى إلى انسحاب النظام أكثر من 25 كيلومتر، يعني بمعنى آخر النظام لديه مشكلة، حزب الله لديه مشكلة، الحرس الثوري لديه مشكلة أيضا، كل هؤلاء غير قادرين على فرض إرادتهم على الأرض. الطيران الروسي يحاول أن يسوق الآن مرحلة جديدة في هذا الاتجاه، لكن أنا بقول أنه لو كان حصل في أي تحول في المستقبل ودخل معادل جديد الآن
في هذه العملية أيضا الطيران الروسي لن يكون فاعلا، بالإضافة طبعا إلى طيران النظام. هناك مؤشرات على أن اللقاء اليوم الذي جرى بين كيري والمسؤولين الروس يحمل مضمون مهم في هذا الاتجاه، بالنظر إلى أن أطراف داخل البنتاغون وأطراف داخل الإدارة الأمريكية ضاقت ذرعا بأسلوب التعاطي، وهناك حالة من عدم الثقة الكبيرة الآن في العلاقة الأمريكية الروسية، ربما تنعكس ليس فقط في سوريا بل في عموم منطقة الشرق الأوسط نحو معادلة جديدة. طيب استثناء سيد أحمد رمضان، سأعطيك دقيقة إضافية ربما لتوجه كلمة لشعبكم السوري، ولا يخفى عليك بأن يعني السياسيين السوريين الحقيقة ربما لتعثر الملف السوري عموما فقدوا الكثير من الثقة للأسف داخل سوريا وفي صفوف السوريين. الآن مع الحديث عن هذا الحل، أكان قريب أو بعيد، أكان عسكري بانقلاب داخلي أو سياسي أو ما إليه، تحتاج أن توجهوا خطاب ربما سريع وواضح هذه المرة للشعب السوري. ماذا تودون أن تقولوا لاستعادة الثقة وتهيئة السوريين لأي حل ربما يكون قريب؟ لا أحد يعلم. يعني أنا أتحدث يوميا وأتحدث الآن أيضا إلى أهلي وإخوتي وأبناء شعبنا جميعا في سوريا وفي حلب تحديدا، التي تواجه حقيقة يعني معركة ضارية مصيرية تلتقي فيها كل قوى الشر في مواجهة إرادة الخير، إرادة السوريين. أقول أن كل محاولات النظام الكبيرة النظام الذي كان لديه 350 ألف عسكري و4000 دبابة و900 طائرة لم يستطع أن يهزم الشعب السوري وانكسر، وجاء حزب الله بكل إمكاناته وانكسر، وجاء الحرس الثوري الإيراني وانكسر، والآن يأتي الروس لكي يفرضوا إرادتهم وسينكسرون بإذن الله. هذا الشعب الذي استطاع أن يكسر كل هؤلاء من القوى الضخمة، أعتقد أنه قادر على أن يفرض إرادته في النهاية ويهزم أيضا معادلة التغيير التي تريد أن تغير إرادة السوريين. يعني أنا أطمئن الجميع، سواء حصل أي تغيير الآن في أي اتجاه سيكون هو عبارة عن مرحلة من المراحل التي تؤدي إلى كسر الآن هذه الموجة الموجودة داخل سوريا، كسر النظام، فكرة استئثار بشار الأسد وفكرة محاولة استخدام بشار الأسد كورقة من قبل بوتين أو من قبل الإيرانيين، هذه يجب الآن أن تنكسر كمرحلة أولى، ننتقل بعدها إلى المرحلة الثانية التي سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى تحول سوريا نحو مرحلة جديدة من بناء الدولة وبناء المؤسسات والاستقرار، وأهم ذلك هو الحفاظ على وحدة البلد ووحدة الشعب ووحدة المجتمع. وهذا خطاب ليس موجها لفئة دون فئة، أنا أقول التغيير هو في صالح جميع السوريين الذين يقتل بشار الأسد الآن أبناءهم بالبراميل المتفجرة، والذين يقتل بشار الأسد أيضا أبناءهم بدفعهم لكي يموتوا من أجل هو أن يحتفظ بالكرسي. هذا التغيير هو لجميع أبناء الشعب السوري في كل مكان داخل سوريا، وهو لا يشكل عملية إخافة لأحد. وبالتالي عندما نسمع فلان يأتي وفلان يتحرك، هناك إدراك بأنه مرحلة بشار الأسد انتهت أو شارفت على الانتهاء. الأستاذ أحمد رمضان، رئيس مجموعة العمل الوطني من أجل سوريا، كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر.